السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا كانت بتتكلم كتير جدا جدا على اليوم العالمي للمرأة. سيطرة الاحتفالات على السوشيال ميديا في وسط حالة اعتراف وعرفان من الرجالة تحديدا لدور المرأة في المجتمع، وده كان العظيم في الأمر. يعني هننقل لكم الاحتفالات من كل حتة في العالم، بس كان الجميل ان رجالة كتير مصريين كتبت على السوشيال ميديا قد ايه هي فخورة بدور الأم او الأخت او الزوجة او الصديقة، تقدير بجد في مجتمع ممكن يكون بشكل او بآخر للأسف الست مش واخدة حقها فيه. الست تتعرض لأشكال من كتيرة جدا من التمييز والتفرقة أو العنف الأسري أو العنف في الشارع أو حالات التحرش. بكل تأكيد مش هنحط راسنا في الرمل، لكن الست فعلا مش واخدة حقها في مجتمعات كتيرة جدا للأسف، وده اللي كان باصت ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا، لأن يعني أول الغيث قطرة زي ما بيتقال، إن الناس تبتدي تعترف بحق المرأة وفضلها. بتهيالي ده خطوة مهمة جدا جدا في طريق ان المرأة تاخد حقها كامل تالت ومتلت زي ما بيتقال. وبعدين كده نرجع احنا بقى الرجالة نشتكي ان الستات واخدين حقوقهم اكتر مننا، واحدة ورا واحدة كده. مهم، بدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بشكل رسمي من الأمم المتحدة سنة 1975، لكن تاريخ اليوم ده بيرجع لسنين طويلة قبل كده، بعد ما خرجت النساء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أو في ولاية نيويورك عفوا سنة 1856 للاحتجاج على ظروف العمل. بعدها تجدد المشهد في 8 مارس 1908 لما خرجت ستات في نيويورك برضو في ولاية نيويورك في حركة عرفت وقتها باسم حركة الخبز والورود، لأنهم كانوا خارجين في مظاهرات شايلين عيش وشايلين ورد للاحتجاج على عدد ساعات العمل والمطالبة بوقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع حق الانتخاب. دي بداية الاحتفال. وتقال ان في الوقت ده سنة 1908 كان في احد رجال اعمال اصحاب المصانع حبس ستات عاملات في هذا المصنع وحصل حريق والستات اتحبسوا وفقدنا حياتهن وكلام كتير جدا، لكن دي البداية الحقيقية. وبعد التاريخ ده بسنة يعني سنة 1909 سنة الاحتفال الحزب الاشتراكي الامريكي وتحديدا في 8 مارس 1909 احتفل باليوم ده تكريما لاحتجاجات عاملات النسيج في نيويورك، الاحتجاجات العمالية في نيويورك. كمان سنة 1917 اختارت النساء في روسيا يوم 8 مارس للاحتجاج على الحرب في مظاهرات اتعرفت وقتها باسم مظاهرات الخبز والسلام. الأولانية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية الخبز والورود، بعدها في روسيا. تخيلوا الروس في الوقت ده كانوا كمان بياخدوا حاجات من الأمريكان والأمريكان كانوا بياخدوا حاجات من الروس. السيدات الروسيات اعتبروا نفس اليوم احتفال وخرجوا في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم في مظاهرات اسمها الخبز والسلام على غرار مظاهرات الخبز والورود في الولايات المتحدة الأمريكية. سنة 75 أعلنت الأمم المتحدة اختيار يوم 8 مارس يوم عالمي للمرأة هدفه تمكينها وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل. تمام؟ تمام.